العشرة متاع الصباح حمزة الغنوي على اي اف ام احلى غديو 11:06 دقائق في استوديو اي اف ام. ان شاء الله نهاركم زين، صباحكم فل، مرحبا من جديد، مواصلين معاكم حتى النص النهار بمختلف الفقرات متاعنا. شوية آخر في المهمة يرجع لنا مين بتفاصيل التطورات الجديدة اللي عرفناها صايرة في علاقة بملف رباط المونستير، تطورات مهمة الحقيقة وبارزة نقولها لكم بصفة حصرية اليوم في واضح وصريح. المعهد الوطني للتراث أكدنا أنه هذا المشروع يجب أن يتوقف فورا، ونطالب بإيقافه أكثر من مرة قبل من البلدية ومن الولاية. نشوفوا من بعد التطورات في علاقة بالولاية ربما وبلدية المكان في المونستير كيفاش باش تصير هذه التطورات. وزارة السياحة اللي هي زادة تقول أنه مع الصور اللي شفتها ومع اكتشاف موضوع الأكشاك هذا ربما ستعيد النظر في الملف في علاقة بموضوع التمويل أو ما بقي من صرف أقساط التمويل. ملف مازلنا متابعين ونرجع على تفاصيله شوية آخر في المهم. أما توا نقترح عليكم ربع ساعة أخبار إيجابية، علاش لا؟ بربي خلينا نعمل أخبار إيجابية تاع العادة هذيك تاع كل يوم. توا هذيك أنا إدمان. أيوا القصة الملهمة الصباحية تاع ملك. في انتظار نتعداو للقصة الملهمة نتاع ملك أكيد جدا باش تكون باهية وإيجابية. احنا حكينا على المواطنين التونسي بالخارج هكا ولا؟ جاتنا تحية من كوريا الجنوبية. أخزر يا سيدي. وهم في الاستماع إلى واضح وصريح صديقنا منير الغنيمي. تحية في كوريا الجنوبية. قال لي أنا نتبع فيكم يوميا والجالية التونسية في كوريا. قال لي في سيول عنده علاقات بهم وأكثر في جنوب كوريا أو في سيول. قال لي البعض بعد ما نتبع البرنامج يتم الحديث على المواضيع اللي تم التطرق لها. قرابة 3000 تونسي في كوريا الجنوبية على الأقل حسب الإحصائيات الأخيرة. أغلبهم التونسي اللي غادي ناس يعني أغلبهم يشتغلوا في البرمجيات الإعلامية دماغات والسلامة المعلوماتية. البعض منهم في صناعة السيارات كورية طبعا كما تعرفوا، أيضا صناعة السفن. تحية للتونسة بالخارج عموما وللجالية التونسية في كوريا الجنوبية وصديقنا منير غنيمي. تحية كبيرة المنير ولكل الجالية التونسية أينما كانت وفي كوريا تحديدا. بعد شوية زادة باش نحكيه على خبر إيجابي آخر. أيها المختار باش يفرحك، الجامعات التونسية ضمن التصنيف العربي لجامعات لاتحاد الجامعات العربية بعنوان 2023. أربعة جامعات تونسية ضمن أفضل 40 جامعة عربية من بين 115 جامعة. أول جامعة تونسية واللي تجي في المرتبة الثامنة عربيا كأفضل ثامن جامعة عربية هي جامعة صفاقس. بعد شوية نمشيو إلى جامعة صفاقس ونشوفوا مع رئيس جامعة صفاقس الأستاذ عبد الواحد المكني، نشوفوا شنو اللي يخلي جامعة صفاقس عندها بين ظفرين هذا التميز، الجامعة الثامنة عربيا والجامعة الأولى في تونس مع الجامعات الأخرى اللي تجي في الترتيب: جامعة تونس المنار، جامعة المنستير وجامعة سوسة. أما الآن أعطينا ملاك قصتنا الملهمة الصباحية. اليوم باش نحكي لكم على دليلة الويتشي اللي عادت 50 سنة وهي تجري، هي أول عضائة تونسية في الفريق القومي التونسي اليوم عمرها 62 عام وهي من مواليد عام 1961. مدام دليلة تحكينا على بدايتها في العدو. عمري 9 سنين دخلت لسكاكة حديد التونسي، بعد جاء ان كروس شامبيونات تونسي ربحت انا الكروس هذاك الحمد لله، وبعد بدأت مسيرتي معناتها في الفريق القومي التونسي، قعدت نشارك ايكيب ناسيونال ونشارك في كل التظاهرات الموجودة في تونس. انا عمري 15 سنة وقت البطولة العالمية في النمسا 78 كنت مع ضمن الفريق اللي باش يشارك. الحمد لله تونس كانت عبرة لمن يعتبر، احنا ربحنا امريكا وما ادراك ما امريكا، عملت الثانية ورانا والثالثة ايطاليا ربحناها بنات ولاد. جريت اول ماراثون في نيس الماراثون انترناسيونال دو نيس، معناتها عجوبة من 800 نجري ماراثون 42 كيلومتر و195 متر من عام 3h50، معناتها سي ان ميراكل معناتها بالنسبة للعداء تجري 800 و1500. وليت نهبط كل مرة معناتها نحسن وقتي نعمل ان نوفو ريكور تونيزيان
كل مرة حتى لي معناتها شاركت في لو ماراثون انترناسيونال دو باري وفي باري عملت 3 ساعات و15 دقيقة. مدام دليلة كنت تحكينا على أكثر ماراثون قعدت في الذكرى متاعك. نهار مشيت نزور في أختي هي مقيمة في ليبيا ولقيت معناتها هذايا في الديزير. مشيت شاركت طلعت 120 كيلومتر وأنا كالعادة من غير انترينمون. مالغري زادة لي ضعت 7 ساعات في الصحراء متاع ليبيا ربحت بنات سبيسياليست في الديزير عملت 4 فيمينين باش نولي معناتها نخلي كما أنا دخلت 5000 و10000 والسمي والماراثون تونس خليت باش المرأة التونسية كي تراني أنا نجري كيكة تتشجع وفعلا ما شاء الله ولاو أكثر من 50 مرأة تونسية يجريوا في نحكي على الديزير معناتها في توزر يجريوا في 100 كيلومتر في الصحراء متاع توزر. ديوغ مدام دليلة مازال كيف شاركت في شهر أكتوبر 2023 في ليتوانيا في كومبيتيسيون غاديكا في ألعاب القوى صنف ماستر كانت موجودة غاديكا أما كان نرجع بيك مدام دليلة تحكينا على ردود الفعل كيفاش كانت بخصوص امتهانك أما احترافك العدو. مثلا أنا بنت الزهرة بنت الضاحية متاع نسكن في الزهرة نخرج معناتها نعمل كوتينغ يحلوا شبابكهم ويقولوا لي كيفاش تدوق معناتها مو مش عارفيني انا ذاك بدني كيكه ضعيفه وعندي حاجه معناتها قاعده جوفيز كلكو شوز معناتها بلي لوان معناتها قاعده نحضر لها مش كيكه انا لبست كولون ولا كاوي وخارجه نترينا في مطر تصب عليا ولا ريح معناتها مازالت عندنا خلفيه معناتها مع كامل احتراماتي مش العباد الكل راهو فما مازال عندنا تخلف ياسر فيه اللي كيفاش هي ضعيفه وماشيه تترينا ولا عليها فوق عليها في العمر هذايا 60 سنة علاش باقي تترينا ليه باقي نترينا شبي انت تعب في بلاستي انا انت شنو اللي خصك فيها انا اللي قاعدة نترينا مش انت بالعكس انت صفق لي وشجعني يقول لي يعطيك الصحة في العمر ذي قاعدة تترينا وقاعدة تجري مش تحل الشباك تقول لي فاش الذو ما نفشلوش بعضنا هذا شنو حابة تقول مدام دليلة انا اللي قاعدة نجري مش انت اللي قاعدة تجري شجعني اذا كان ما ولا مش لازم اسكت مش لازم قل خيرا او فلتصمت مختار هكا صحيح برافو ملك قل خيرا او فلتصمت برافو الدليلة اللواتية والعداءة في الفريق القومي عملت 42 كيلومتر في 3 سوايع و15 هذا اللي عملته في باريس انت في قداش تعملهم يا مخ 42 كيلومتر ليه انا عاد ارقام قياسية عاد بلومي عاد وعرفتوا الالترا ميراج مخ في بالك اللي عنا الالترا ميراج اللي هي جارية عنا في الصحراء التونسية 200 كيلومتر على شو الخصوصية متاعها 100 كيلومتر هذه سي نوع من التحدي الكبير اللي هو في الصحراء في الرمال معناها في الرمال الترا ميراج 2024 مثلا مشيت عمل في توزر الترا ميراج الجريد وبش يكون نهار 28 سبتمبر 2024 ومتوا الناس يقولوا ليش موجود فيه انت لا ذا مزلت الحقيقة ما زلت في الصحراء انت تجري في على اليابسه بنتي هذا تجري في الرمال في انتظار الرمال مزال شكرا جزيلا ملاك قصتنا الملهمه لليوم تعاودوا تسمعوها وتشوفوها على صفحه نجاح على الفيسبوك واحنا ماشيين ناخذوا فاصل سريع وبعد راجعين مع اصواتكم على الريبوندور 71 194 194. حظات نسمع أصواتكم على الريبوندر أما قبل فقرتنا متاع شرح المعجم العربي وكلماته مع المختار شنشدو الزمام قبل قيدنا يا مختار الكنش طفح الكيل اي وبلغ السيل الزباس السيل الزباس قلت انت عليهم نور من بكري ولا اي لا نور طفح الكيل اللي عارفه شو طفح الكيل تقول انت مليت فديت وكذا هكا قلت لك نور مفهومة أما الأخرى لا قلت لك بلغ السيل الزباس هذه لا أي. هو شوف هذوما زوز امثال أي. هو مو السياق نتاعهم اللي يتم معناها استحضارهم أي. انه الامر بلغ حده ما عادش فيها اي ما عادش فيها يزي ما عادش فيها صبر يعني ياسر اي بلغ السيل زوباء ايوه هو شنو السيل شنو السيل ما هو المياه الشديده السيل السيول سيول امطار ولكن الزوباء هي جمع مفردها زوبيه وهي حفرة تستعمل لصيد الأسود شي يعملوا السيد كيفاش يصيدوها قبل كانوا يجيوا فوق رابية فوق هضبة عالية يعملوا فيها حفرة
هي بها الزوبية ويحطوا عليه يغطيه بالحشيش، يحطوا نوع من الطعم، يتعدى السيد، السيد شكون يجمي سيده يتعدى يطيح في هذه الزوبية، جمعها زوباء. فالمثل كيفاش تضرب؟ هو المثل هذوما لي بروفيرب عندهم مورد ومضرب. المورد هو الأصل متاعه، والمضرب هو السياق اللي يشبه له، وإحنا نجي نقولوها الكلمة. المورد متاعه الأصلي معناها أنه واحد من الصيادة كان عمل زوبية لصيد الأسود فوق رابية بلاصة منعة، معناها نقول إحنا فوق هضبة عالية، ومع ذلك السيل وصل لتلك الحفرة، غم الحفرة والراجل قاعد يستنى متى يقع الأسد. فسئل عن يومه، عن صيد يومه، باش يصيد صيد ومدراك، قال مبالغ السيل الزباء، أي أن الأمر فات الحد، الماء برشا لدرجة أنه غطى هذه الحفرة. نفس الشيء طفح الكيل اللي هو الكيل آنية ولا حاجة، طفح الكيل تعبى الكاس. قالت لي مالك تو تشرح لي فيها، قالت لي طفح الكيل بمعنى إناء كاس تعبى الكيل طفح. ولكن احنا بالنسبه للحبوب ولا للشعير يقول لك هاك الويبه والقلبه، وعرفتهم فك هاك الوسائل نتاع الكيل. فطفح كي تعبى هو يمسحوا عليها من فوق، على اساس هذيك هي يعني لا يطفف في الميزان، يوفي في الميزان. عرفتوا كي يوزن الحاجه مثلا شعير ولا قمح، يحطوا فك الآنية الخاصه بالموازين فيمسح عليه من فوق، على اساس انه ذلك هو الوزن المقدر، وما زاد فهو ليس من الـ يعني خارج. فيضرب المثل الأول والثاني، بالغ السيل الزباء وطفح الكيل، لكل أمر فات الحد وما عادش نجم نصبر عليه. إذن المورد الأصلي سيودة وحفرة وهضبة ورقوبة، ولكن أسمعني، ولكن المضرب، المضرب هاو تقال في قرطاج، هذا لا ثم لا سيوده لا حفره لا كذا. اذا العلاقه بين المورد والمضرب هي علاقه مشابهه. عنات فركس انت شكون، وين السيد والحفره ووجه الشبه ووجه الشبه. اخزر يا سيدي، شكرا على هذا الدرس في اللغه العربيه. على الاقل ما ضيعناش. لا تبارك الله، شكرا جزيلا. وشكرا للاخوه في وزاره السياحه اللي تفاعلوا معنا على الارقام اللي قلناها يا مختار، على 6 مليار دينار قالوا لنا راهو الساعة، مش 6 مليار دينار، إلى حد الآن عائدات السياحة بلغت 6.9 مليار دينار، والعام مازال ما وفاش. وقال لك رانا ما نحسبوش فيها المصاريف نتاع الإخوة الجزائريين والليبيين اللي ما يسكنوش في النزل، وما فيهمش الرحلات السياحية البحرية، وما فيهمش معلوم تذاكر السفر السياحية بالنسبة للسائح الفردي، وما فيهمش اقتناءات الصناعات التقليدية والتاكسي السياحي. وبالتالي يحب يقول راهو عائدات سياحة كان نجمعوها هي بيدها بكل على بعضها أعلى من تحويلات عالية. ماذا بينا إن شاء الله ربي، إن شاء الله تكون زيد أكثر، إن شاء الله بزيد أضعاف. وهو كذلك، وهذا لي نفركسوا عليه جميعا، وشكرا لهم على هذا التوضيح. واحنا ماشيين لاصواتكم على الريبوندور على 71 194 194، ومن بعد نزف لكم هذا الخبر السعيد. الجامعات التونسيه ضمن افضل جامعات عربيه، فما شكون سيستبشر بذلك يقول لك حاجه باهيه، وفما شكون باش يقول يا اخي حتى في الجامعات العربيه نجيو في المرتبه الثامنه. هاتوا نحكيوا في هذا بعد شويه مع ضيفنا. اشكل البلومي. الو هذه حمزه، بالله احنا مواطن من صفاقس، بالله عملوا لنا حل يا خويا، راهو شوفوا لنا هيك اعتبار، عملوا لنا شويه اعتبار للشخصيه واحد وكل شيء، قد صار لنا من غير والي عليه، ما عملوا لنا حتى والي، مش مشكله معناتها، معناتها يلزم المفروض، معناتها عمرها ما صارت الحكايه دي حتى صفاقس من غير والي. صباح الخير حمزه، صباح الخير ماتينال، معكم زين حمزه، غميس عليكم. كان فيكم اني مواطن من زيت مستيك، هذوكم ماهوش اكشاك، هذوكم مطاعم فاست فود، نحاول فاست فود قدم وبنقوم دي فاست فود جدد، هذوكم مطاعم ماهوش اكشاك، باش يعملوا لنا مطاعم تحت قطيبات، باش يفزوا لنا منظر تاع قطيبات، باش يفزوا منظر مستيك، يرحموا خذوا لنا حقنا احنا اهل مستيك. السلام اخويا حمزه. اهلا. السلام اخويا مختار. اهلا وسهلا. ربي يوفقكم. انت اخويا حمزه سالت وقلت كيفاش
مشاكل اجتماعية تقعد 5 سنين. أيوة. احنا في تونس تعودنا إذا حاجة ما فيهاش فساد وما فيهاش محسوبية تقع فيها المماطرة. يا رسول الله يا سامي صباح الخير يا أحلى رجو. نحب نفكر في مختار الخلفاوي إذا كان هو في باله ويفكر ولو هو وقت صغير. أنا كنت نخدم ونتعدى من نهج بفرنسا أفنيد فرانس في تونس. كان المترجل كيف يشق الكياس وفم ضوء أحمر الشرطي يعمل له خطية وقتها ب500 فرنك. هذه بتويلي معناها شو كنا قبل يا سي حمزة شو قولك؟ لا بس إيجا تحكي على الرباط. يشوف رباط نتاع سوسة رباط شنو رباط؟ أيوة. هو كان ثم حوينة تكة وتخامات والله مثالش. هو رباط هو وهو رباط هو ما تحكيش. إيجا شوف باب الجبل يا ذاك والرباط. شوفك الزبلة شوفك الفريق وكلام الزيد وكل ويجا شو بحدة جامع الكبير وكل فوزة اللي ثم ما نحكي لك شيء. ناس موجوع اشكيل البلومي اطلب الغيطان مش معنا نلهي بالمواد الغذائية ساكو شيء حب بلاده حب بلاده جميلة. ناس موجوعة يا مختار. واو اللي تدمس مسينا الرباط اللي ذكرك السوسة واللي ذكرك هنا تونس والمدينة العربية وذكروا القروان وكذا. معناها قال كما قلت انت مخ نتصوروا ساعات تونسي كهوا يستنى في الكسم والروز والزيت وفما وفما زادة تونسي اللي موجوع على برشا حاجات صايرة في بلاده ماهوش حامل شنو اللي صاير فيها. قول ملك ديجا حمزة باش نرجع لحاجة كانت صارت عام 2015 واللي وقتها اعتبرت سابقة في تاريخ تونس انه فما عون وقتها قام بتخطيط مواطنة حرر ضدها مخالفة على خلفية عبورها طريق على مستوى الساحة 14 جانفي دون انتظار إشارة المرور وقتها خطها ب20 دينار. هذه حسب جوهرة افهم وقتها وهي كانت تشهد جوهرة افهم دونك عطاتهم المحضر معناها وقالت لهم معليش خطاوني انا مستغربين يعني خاطر عندها الحق ظلك هي تجي مره في الفيل انت معناها هذه مترجله خاطر هذا قانون غير مفعل اكزاكتومون. كي تتذكر القانون الاخر حكينا عليه برشا حشاكم وحش السامعين التبول ذكرته 40 دينار ذكرته قانون ذكاء في الطريق مشى ذكاء ما عادش تو حتى يدفع المدة الأولى. العباد وش نقول لك الناس تقول تجلي تفركس على قهوة قريبة والقهوة اللي وصلوا لي يقولون ماذا شو اسمه ذكاء التواليت مغلق للإصلاح للصيانة تو كده يبدو خارجين من الإذاعة ومشينا احنا في البحيرة وشارع طويل كل مرة تلقى سيارة فهمتوا لا خلي تبدا مع عائلتك عاد وتمشي فهمتوا لا وتبدا واحد مخي موزد اسمعني ما يسولوك هذا موجود ضرب هوا يسمعوا فينا تاع السيارات يا رسول الله اي ما في ما قانون قانون 40000 اي 40000 ومرات ومرات واحد تشدوا يقول لك خلص عطني 240000 يلا تمشي وتكلم المدير ما توفرش لي من الاماكن نتاعهم كلم المدير كلم المدير بجيو نحكيو فيه على حاجة إيجابية إن شاء الله. على كل حال ترتيب الجامعات التونسية ضمن التصنيف العربي للجامعات التصنيف اللي يصدر بتاريخ 31 ديسمبر تمكنت فيه جامعات تونسية من تحقيق نتائج مشرفة حسب بلاغ وزارة التعليم العالي حيث تم تصنيف 4 جامعات تونسية ضمن أفضل 40 جامعة عربيا من بين 115 جامعة. الجامعات التونسية نحكي عليها هي جامعة صفاقس، جامعة تونس المنار، جامعة المنستير وجامعة سوسة. أول جامعة عربية على الإطلاق هي جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، الثانية جامعة القاهرة، الثالثة جامعة الإمارات العربية المتحدة، الرابعة جامعة عين شمس، الخامسة جامعة المنصورة، السادسة جامعة الشارقة، السابعة جامعة الملك خالد، الثامنة جامعة صفاقس، إذا نجي في المرتبة الثامنة كأول جامعة تونسية، التاسعة جامعة الإسكندرية والعاشرة جامعة الزقازيق. أي 21 ديسمبر شو قلت أنا 21 صحيح. ديسمبر الفارة 2023 معنا سي عبد الواحد المكني رئيس جامعة صفاقس، إذن أول جامعة تونسية في هذا الترتيب. أستاذ التاريخ المعاصر أستاذ عبد الواحد إن شاء الله نهارك زين صباح الفل. صباح النور أخ حمزة ونفسك بالأخ وصديق سي مختار خلفاوي. الله يخليك. ساعة مبروك عليكم، مبروك على صفاقس، مبروك على جامعة صفاقس أسدتها وطلبتها.
لشنو ينجم يرجع عبد الواحد المكني صفاقس؟ مش أول مرة تصنف جامعة صفاقس في التصنيفات العالمية، وطوى عربيا كأول جامعة تونسية في التصنيف العربي. انطباعك ولماذا يعود هذا التصنيف أستاذ عبد الواحد المكني؟ ما هي أسبابه؟ طبعا احنا نهنيه ورواحنا الجامعات التونسية الكل، مش كان جامعة صفاقس، أربع جامعات المنار مش غريب عليها هي وصفاقس. أنا فرحت برشا المنسير وشوش وي. احنا أعضاء أيضا في اتحاد الجامعات العربية اللي هي منظمة هامة، وهذا التصنيف هو تصنيف جديد معناه، وكنا جميعا نبيه بوجود تصنيف عربي وي. وحتى التصنيف مغاربي وتونسي إن شاء الله يتعمل. على كل حال جماعة صفاقس شونغاي اسمنا هي الوحيدة أيضا. أي بالضبط، احنا شونغاي الوحيدة شونغاي بالضبط. فما عمل دؤوب يقوموا به المختبرات والباحثين والأساتذة والطلبة، ولكن فما شيء آخر عملته جامعة صفاقس، وإحنا كنا ديما نقولوا مستعدين باش نعطيو تجربتنا الغيرها. هو أولنا إحنا في الفترة متاعي أنا في العهدة متاعي الأولى وبعد الثانية أسسنا مكتب خاص بالتصنيف في موظفة ما عندها حتى مهنة إلا لافعي على التصنيف، لأن التصنيف يلزمه جمع كامل المعلومات ومعناها فيه عمل بيبليومتري كبير. وكذلك في البداية من سنة 2020 أسسنا خلية اسمها رونكوش، زي ما كلمة رونكينج، فيها زوز أساتذة من كل مؤسسة 19 مؤسسة في جامعة صفاقس، ومعهم نائب رئيس جامعة سعيد بقلوتي ومجموعة من الأعضاء القارين يجتمعوا بصفة دورية. وهمنا الوحيد هو أول شيء جمع الشتات للمقالات اللي نسميها احنا ضايع، هذا هو، لأنه العديد بينفيش باسم الجامعة باسم جامعتهم، ما نحسبوش اللي خرجوا للخليج واللي هما بفضل مهمة تتمرتب الجامعات الخليجية بلا. لكن عندنا برشا ناس مثلا في عودي صح يونيفرسيتي أوف صفاقس يعمل صفاقس يونيفرسيتي الثانية ما تمشيش. شفت كيف؟ ولا يصحح باسم كليته. معناه سي عبد الواحد المكني سي عبد باسم مبارك باسم مبارك باش باش التوانسة باش التوانسة يفهموا يعني التصنيف منين التصنيف منين يجيه. البيردو هذا والدشي كل جبناه ولا ريكيبيري. يعني سي عبد الواحد تسمع فيا؟ عملها العمل الثاني، عملنا محفزات محفزات للأساتذة وللباحثين أنه ينشروا مقالات امباكتي وخاصة في المجالات العليا كما ساينس ونيتشر، حطينا جوائز. وطبعا الجوائز مش من الميزانيه العموميه، ما عرفت كيفاش نعملوهم، ومع شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين باش نعملو ناس خاطر وزنها محلوله التوش. وطبعا انا كنت في جامعه الوادي الاسبوع الفارط اجتماع 5+5، قلت للاخوه الجزائريين احنا مستعدين معاكم باش نعملوا دوره على التصنيف ونحطوا خبرتنا في الميدان، يعني عندي قراءه على التصنيفات وعندي القراءة لتصنيف شونغاي توا نهار من نهارات تبعت لك تسجيل كامل عملت عليه محاضرة ب 12 دقيقة. تصنيف شونغاي هام ولكنه ليس الوحيد. ولكن علاش أنا ديما همي الوحيد هو أنه نعمله تصنيف تونسي تونسي. تونسي تونسي. باهي سي عبد الواحد. الجامعات العمومية والحرة أيضا. باهي باش اللي يسمعونا يفهمونا، يعني هو التصنيف يقول قال كيفاش تعمل؟ يتعمل بناء على ما تنتجه الجامعة. كل تصنيف وعنده طريقته، مثلا شونغاي ما يهتمش برشا بالبيداغوجيا، تصنيف اتحاد الجامعات العربية فيها أربع عوامل. الدرس، كل ما عنده شأن بالدرس، يعني البيداغوجيا. العامل الثاني هو المقالات المنشورة. بحث العلم مؤشر. الثالث هو الإبداع والابتكار. يعطي مجال احنا للثقافة وخاصة الابتكارات. فهمتي ولا براءات الاختراع إلى آخره. ومؤشر المشاركة أيضا. فهذا من الكل في الاتحاد الجامعات العربية يقع دمجهم مع بعضهم ويخرج أن سكور. خرجت فيه جامعة صفاقس الثامنة ممتاز. على 115 جامعة مصنفة، ثم جامعات غير مصنفة. وفي الأربعين في التوب 40 أربع جامعات توسية توب 10 جامعة صفاقس. لكن اللي حبيت أقوله العشرة الأخريتة مسي حمزة باش نفهموا المجتمع. هذا ساعات المجتمع يظل متكي معنا قاعد عمل كرسي ويحوس في الانترنت وتعرضوا مثلا جماعة صفاقس في شونغاي. واحد توسيف شي كتب لي أنا فكر نخو قال لي ألف وتتحدثوا عليها كتب لي وعمل تعليق هاي قلت تصخبوا عدولي في وقت سبادري وجري الجنود. احنا كان جات عنا الجامعات العشرة اللي سميتهم انت جامعة القاهرة تكونت عام 1906 في حمد 1906 من وقتها بدي يحسبوا لها في الانتاج متاحها جامعة الزيتونة او جامعة الزيتونة. شفت بالنسبة للشتلقاء تلقاوا هاي من المصرية كالحظهم الزقازيق والمنصورة وعين شمس وجامعة وتلقى الدول الخليجية
بالنسبة لمصر طبعا هناك إمكانيات بشرية، ولكن بالنسبة لدول الخليج مع احترامنا ليهم احنا لو جات عندنا 5% من ميزانية الجامعات المذكورة رانا نكونوا لولاني ومش لولاني، وفي شنغهاي رانا نكونوا توب 600. اما ديجيك هو قاعد يقول لك علاش مش لولاني في شنغهاي، يقولوا راه مش عدولي نجم تبعث الجمودي في المكسيكو ويجيب ميدالية ذهبية، اما تنجم تبعث فريق كرة يد عمره ما نجم ياخذ ميدالية ذهبية. العمل الجماعي، التصنيف عمل جماعي ويلزم خاصة ضخ الأموال. طبعا احنا بلادنا وضعها الاقتصادي وميزانيتها وهي بالاستقرار اللي كان في العشرية الأخيرة وغيرها وغيرها، وما كناش أيضا نعطيه قيمة للتصنيفات. أخد معايا سي عبد الواحد، أخد معايا مختال خلفاوي. حبيت نحيي سي عبد الواحد المكني، نهنيك، نهني سيد رئيس جامعة صفاقس، أيضا نائب رئيس جامعة صفاقس علي البقلوطي، هو بيدو شرف تونس في الرياضيات في المحافل الدولية، وأيضا للمسؤولين على كل الأجزاء الجامعية في صفاقس كم من مرة، المديرين والعمداء ومخابر ووحدات البحث اللي هي بفضلهم هما وصلنا إلى هذه، والطلبة أيضا بفضلهم هما وصلنا إلى هذه المراتب. سي عبد الواحد كان يحكي معك الآن حمزة على المعايير متاع هذه التصنيفات الدولية، ثم من المشاكل الكبيرة اللي نعيشوها احنا حتى بالمقارنة مع الجامعات الخليجية وانت ذكرتها الآن، هي موضوع توا ثم الجانب البيداغوجي ولكن ثم الجانب البحثي، البحوث اللي هي مؤشرة، البحوث المؤشرة مشكلة اللغة، يبدو أن المعايير اللغة الأنجليزية هي اللي تعتمد، وإحنا باعتبارنا يقول لك دول جامعات فرانكوفونية، فالمشكلة هذه كأنه ما تتقراش كما ينبغي البحوث المنجزة بالفرنسية، وهذاك علاش تلقانا إحنا وراء جامعات أخرى بكل تواضع جامعات متاعنا أفضل منها في عديد المعايير كما الجامعات الخليجية رغم تفاوت الإمكانيات. تراش أنه الحل بالنسبة للإنتاجات العلمية أن المؤشر انها تكون ايضا والبيداغوجية تكون ايضا باللغة الانجليزية. فضل سعب الواحد. شكرا سي مختار، واسمح لي باش نقول لك دكتور مختار لانك تعرف الجامعة وانت معناها باحث وصحافي على الدكتوراه. احنا صحيح الفرنكوفونية رغم هي عامل تاريخي راهي معناها اليوم النشر اللي يكون انتكتي يكون الا باللغة الانجليزية، ولكن هذا عنده حل راه. ايوه حتى اللي يكتب بالعربية وبالفرنسية راهو احنا من بين مهام سيلي رينكوش هي مساعدة الزملاء الترجمة. اللي ما همش انجلوفون اولي انجليزيتهم متوسطة باش ينشروا بالانجليزية. هذا اول نقطة ضعف ثانية سي مختار هي العلوم الاجتماعية والانسانية مساهمتها في الرانكينج ناقصة شوية. علاش؟ لانه المجلات اللي ننشروا فيها اغلبها ما هيش امباكتي، وهذاك علاش يلزم حملة كبيرة على النشر في مجلات امباكتي، وحتى باللغة العربية راهي تخرج تكون في مجالات. أو نعطيك مثال ما هوش إشهار، فما مجلة متاع تاريخ في قطر اسمها أسطور أنا من المحكمين فيها، في تنشر فيها بالعربية تخرج المقال، بينما مجلات أخرى مع احترامنا ليها محلية تنشر المقال ما هوش أمباكتي. وزيد في مازال في تونس نوع من التفريق بين العلوم والتمييز، وساعات حتى البعض في أصحاب القرار العلوم الاجتماعية والإنسانية بالنسبة لهم يشوفوا كتاب يسخبوا قصة. أنا أو نعطيك أنا رئيس جامعة كتابي زمان الألوان في وزارتنا ما حسبوهوش المحكمين يسخبوا قصة متاع أطفال. طبعا هذا لا دخل فيه للوزير للمدير العام للتعليم، هذه يقول لك لجنة مستقلة. قلت لما أنا توري بما أنه كونفليكت انتري حتى نخرج من الجامعة وسأتولى هذا معناه وفضح الحكاية هذا معناها كتب متاع بحث علمي وتعرفها من في حمزة قريته من متاع إبحار في الميكرو إستوار جيك المقيم ما يعرفش قصة. سي عبد الواحد المكني وهو من هو عبد الواحد المكني، فماشي مجال للعدوى هذه، وانت قلت احنا وضعنا الفكرة على ذمة بقية الجامعات التونسية انه العدوى تنتشر. انا ديما نقول عندنا مصير مشترك، وفرحنا سناء الجابس وجندوبة وقروان اللي دخلوا في التهاشي في التصنيف، ويلزمنا نخدموا قاعدين نخدموا عملنا ندوات والوزارة بيدي عملت ندوات ويعيطونا احنا وسي علي ديما يمشي وانا ديما نمشي باش نعطيو خبرتنا ونعطيو نصايح، واحنا بدينا استفدنا راهو من زملائنا. مثلا ما نجمش ما نذكرش الاخت هند الفقي من جامعة المنارة اللي هي عملت الجامعة التونسية مثلا خارقة للعادة في البيبليومتري، راهو هذا لازم نعطيو حق الناس كل. وعلاش قلت العمل التشاركي تعاضدي؟ لكن باش نقول حاجتي قبل ما ننساهم، لا قيمة لهذه التصنيفات بالنسبة لي
طالما أنه الطالب يا سي حمزة يا أستاذي اللي تعرف الجامعة التونسية ما هوش سعيد أي. ولا يلزم نسبة السعادة نتاع الطالب التونسي. كشير السعادة من جي تيما الاندماج الثقافي وبعد الاندماج المهني. إذا كان الطالب يقرأ هو كريسبي هو مش فرحان هو لوش في أي فرصة في الخروج. بالنسبة لي التصنيفات هذه أنا رغم أهميتها لا قيمة لها، لأنه أنا ديما نامن أنه لا سونتراليتي ديكيديون يلزم يكون الطالب هو مركز العملية الجامعية. إذا كان ما قمناش بهذا رأي الجامعة تصبح تذهب على تمشي على رأسها. برافو. مش على رأسها. برافو برافو سي عبد الواحد المكني رئيس جامعة صفاقس أستاذ التاريخ المعاصر، شكرا ليك على كل ما أفدتنا به، وفي انتظار أنه نلقاو الحل يجعل الطالب سعيد. نلتقيك قريبا إن شاء الله سي عبد الواحد، إلى اللقاء. كلم المدير. ملا جملة يا مخ، ملا جملة. هاو كذا وعنا التصنيف، ولكن راو هذا الكل لا قيمة له. قال لك هو رئيس جامعة صفاقس، إذا كان الطالب اللي عندي مش فرحان راو زيد صنفونا الثمانية شيء، لأنه الطالب هو محور العملية الجامعية الأساسي هو الطالب، وهذاك علاش صفاقس متميزة هي بكل الجهود المتضافرة اللي ذكرناها من الكل. لكن الحقيقة زادة ينبغي أن تقال لتميز رجل اسمه عبد الواحد المكني. بالضبط. عمل دو موندا وهو عنده حتى الجوية القادم. صحيح. بمعنى أنه ثم يخدم في عقلية فريق مع بعضهم. صحيح. كل الأجزاء الجامعية. صحيح. وحدات البحث. صحيح. يعني خدمة يوميا وفيها حب. وأنا كل مرة نكتشف هذا الرجل من زاوية يا مختار. صحيح. زاوية أستاذ تاريخ المعاصر. صحيح. زاوية رئيس الجامعة اللي يخدم على هذا التصنيف، وزوايا أخرى. صحيح. في هذا الأستاذ الشخصية الكبيرة اللي عنا في تونس عبد الواحد المكني، شكرا جزيلا ليه على تدخله معنا وإحنا ماشيين شخصية عظيمة أخرى. صحيح. في هذا البرنامج المرة هذه سي حسين، هو زيد ولد بلادك عاد ولد بلادك هكا ولا هو زاد صفاقسي. انا كنحلوا الميكرو باش نقولوا شنو فما سر في تميز الصفاقسيه، خاطر كيما نعرفوه ما احنا خدامه ومحراثه وكذا معناتها. ها فكنت باش نقولوا يا اخي ما قلتلوش باش نقول الصفاقسيه اللي بحذايا. شنو السر؟ شنو السر في انه الجامعه زاده متميزه؟ لانه في صفاقس بلاد الخدمه والديسيبلين. نقول لك حاجه، الميزه ماهيش في الصفاقسيه، في الناس اللي تسكن في مدينه صفاقس. أنا تحليلي هكا، معني حتى ناش تكون مكش من عائلة ما تسكن غادي تسكن تضربك غادي العدوى تضربك العدوى اللي هي تاع اللي هي تاع الديسيبلين اللي هي منين تجي حمزة. ايه. على خاطر التقرير شنو اللي مهمش الديسيبلين ولا يضيعها؟ ايه. هو مرافق الترفيه والخروج وتولي عندك برشا وقت تضيعه في حاجات أخرى. في صفاقس هذا كله غير متوفر. على خاطر لا فما لا ترفيه ولا فما مرافق تاع ترفيه ولا فما حتى شيء. فما الدار وفما القراية وفما الكوليج. هذا فهمت عليه سي عبد، نحب الطالب السعيد خاطر جاب لنا المثال الآخر. أنا رأيي هكا، أنا نحللها هكا ونحكموها معناتها نعرف المدينة معنا. زي سامحني أنا نحب واحد إيبانوي زاد مش لك الدرجة شنو ما نعرف قالوا خاطر ما فماش مربوط ببعضه. أنا هكا هذا رأيي ويلزمني كان. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. وذيك علاش اخترناك سليك الوحلين باش تلقى معناها بعثتي من بلدية لبلدية ولا نور. ذكرنا يا نور في الطلبات اللي طلبوها السادة المستمعين في علاقة بمشاكل الطرقات، شنو اللي قالوا لنا؟ يلا أما أبوف حفرة على مستوى نور جعفر في قراوات، حفرة كبيرة ياسر، كبيرة كبيرة معناها عندها أكثر من عام وماشية وتغرق الحفرة ذي، ما تبختر على السيارات مش إمكانية تتصل بالصورة المعنية. كياسي بين سيد حسين وفوشينة عليه كيك الكياس، لا ترساج لا ضو يا جماعة يا عبيد، راهو كياس مختر ياسر في الليل ولا في الصباح بكري مع الضو متاع الكراهب مع الفابوري في البولار يا عبيد، تفيقوا قبل ما تصير كارثة وجيبونا حكة دون بيضة تدهنونا الكياس على جنيه بيزدي فيه البرك، راهو صارت فيه برشا مرات ديراباج جرة الإبهار بالأضواء. عنا رمبوان تاع المترو تريزوت، فين المترو بالضبط؟ فما رمبوان كبير الأضواء كلها فيه ما تمشيش، أولوية مطيحينها معناه الناس كلها نهار طوله تجي من غادي، لازم باش تصير حاجة كبيرة لطف يا ربي، نعديو الإشارات بيدينا ربي يشوف لنا حل. المنطقة الصناعية متاع المغيرة تو عندهم حكاية 5 أيام ولا 6 أيام داروا لموا البلايك متاع ستوب الكل، يخليوا كان الحديدة واقف وما رجعوهمش. أنا كي شفتهم يلموا فيهم قلت بك شغل الصيانة، المفترقات اللي فيها مخترين ياسر على خاطر الرؤية غير واضحة، وديجا هما بالبلايك وقاعدة تصير يوميا حوادث من لا شيء.
أي سي حسين، بدأنا بالوحيدة بالوحيدة لين وصلت في هذه المناطق اللي ذكروها السادة المستمعين. نبدأ بالمساج الأخراني وإحنا راجعين، نبدأ بالكياس اللي حكيونا عليه في المنطقة الصناعية في المغيرة. المنطقة هذه هي تتبع بلدية فوشانة بالتحديد. اتصلت بسيد الكاتب العام للبلدية ووجهني لكاهية مدير الشؤون الإدارية بالبلدية سي كمال الحاج محمود مشكور. أعلمته بالريكلاماسيون بتاع المواطن وسألته هل فما الإمكان، هل عندهم علم ساعة بالبلايك ستوب اللي تنحات في المنطقة الصناعية في المغيرة، وشكون المسؤول، على خاطر راهو المنطقة الصناعية مش كيما المناطق الأخرى، دونك يتلهوا بالكياسات وغيره، ووقتاش ينجموا يتدخلوا في الموضوع هذا. يا نسمعوا سي كمال. المناطق الصناعية نرجع بالنظر للمجامع، مجامع الصيانة والتصرف، يعني في منطقة المغيرة المنطقة الصناعية فيها مجمع صيانة والتصرف، كل ما هو يتعلق بصيانة شبكات التنوير العمومي ولا صيانة الطرقات هي من مشمولات مجمع الصيانة والتصرف. نحن توت سويت توا شوفوا مع المصالح الفنية يخرجوا يعملوا دورة قيدونا ربما البلاكة هذه اللي تحت ولا غيرها من البلايك اللي مش متوفرة، وميم طون نتوجهوا بخيان في المجمع الصيانة والتصرف، يعني يعطيونا إذا كان ثم عندهم نواقص غاديكة وإحنا قادرين مش نعاونوهم نعاونو، ما عندناش حتى مشكلة. دونك فما ردة فعل إيجابية، وفما إيكيب باش تخرج قال لي من البلدية باش تفقد المنطقة الصناعية في المغيرة. قالك مش تحت، قالك داروا نحاوهم، يمكن فيهم حكاية باش يبدلوها ولا ممكن ينجم يكون وما رجعوهمش دونك باش يمشي يتفقد إذا فما نقائص، وإذا فما المؤسسة هذه اللي تشرف على المنطقة الصناعية عندها نقائص باش يتصلوا بهم وينسقوا مع بعضهم، وبالتالي المواطن اللي اتصل بينا ولا المواطنين اللي يتعداوا على المنطقة الصناعية هذه ولا يخدموا فيها من هنا لوسط الجمعة الجاية إذا ما لقاوش تطورات يتصلوا بينا وإحنا نعاودوا نراجعهم بطبيعتها عشان نتصلوا بالبلدية. نمشيوا للمنطقة الثانية اللي اتصلوا بينا في شأنها اللي هي المنطقة متاع الرومبوان متاع 13 أوت. الرومبوان 13 أوت اللي هو يرجع بالنظر لبلدية تونس. الرومبوان 13 أوت جزء يرجع لبلدية تونس وجزء وزارة التجهيز. فمن رومبوان وانتي جاي لهنا نسمع مسؤول على البلدية يتبع البلدية، وخاطر فما أشغال من الجهة الأخرى دونك فما بارتي منه تتبع وزارة التجهيز. ولمبوبة تتبع شكون؟ لمبوبة اشتر منه اشتر من غادي. دونك سي طاهر الذويدي مدير إدارة التنوير العمومي ببلدية تونس، واللي كما قلنا المنطقة تاع 13 أوت تتبع بلدية تونس، يجاوبنا حول التدخل متاعهم في المنطقة هذه. الكروسك هذاك وانا الرمبو هذاك والكروسك وانت راجع حتى الداخل للدبو سيدي بشير الداخل للدائرة تبعنا احنا هذاك، واسمع محمد مناش احنا اذا ثم نقاص ندخلوا بالوقت، عنا الفرق متاعنا وعنا تجهيزاتنا وندخلوا بالوقت باش نزيلوا نعملوا كنترول على الريزو متاعنا، واذا كان ثم حاجة ندخلوا الوقت بالضغط. دونك هذا بالنسبة للجزء اللي تابع بلدية تونس باش يدخلوا بالوقت، ومن اليوم كان نجموا يدخلوا سينو نهار الاثنين بداية الأسبوع. نحكي على التنوير العمومي. لا الضوء السيركولاسيون. ضوء السيركولاسيون، العباد قتلك تهبط العباد تتعدي في السيركولاسيون في الكياس، الضوء كله يشعل اون ديتريس. فهمت؟ دونك الضوء المتعلق تابع البلدية. تابع البلدية. شوف هنا ما يقال لك هو بشاب تشوفوا اش فما غادي، فما الضوء ماهوش قاعد يشعل ضوء الطرقات. الفيروج دونك هذاك يتبع البلدية، دونك تفقدوا البلدية. وإذا فما حاجة أخرى تابعة لوزارة التجهيز قمت بإشعار وزارة التجهيز والإدارة الجهوية بابن عروس، هما زادة دونك إذا فما حاجة باش يدخلوا فيها باش يدخلوا فيها. بارك الله. بالنسبة لزوز بلديات الأخرين للأسف حمزة الحقيقة ما نجمش نتحصل على حتى واحدة منهم. اللي هما نحكيوا على زوز مناطق الأخرين اللي هما الحفرة اللي في نور جعفر في طريق رواد تتبع بلدية رواد. اكثر من رقم اتصلت حاولت نتصل بالبلديه نتاع رواد لكن للاسف ما تحصلتش عليه. عاش يحبوا رواد ملوا من الحفر برشا حفر وكياسات محفره لغايه. والمنطقه الثانيه اللي هو الكياس نتاع سيدي حسين وبين سيدي حسين وفوشانه نحكيوا على التراساج. يتبع بلديه سيدي حسين كيف كيف هما ما نجمش نتحصل عليهم للاسف. التراساج يتبع البلديه. دونك انت ديجا نلقاو ساعات لي زيكيب نتاع اعوان البلديه في الليل تلقاهم عاملين لي بيكي هذوك لورانجي في الليل خاطر بالكيسات فارغه ويبداو يسطروا ويعملوا في التراساج. دونك هذا ما نقولوا لهم ربي بلديه شكون؟ بلديه رواد وخاصه التراساج سيدي حسين وبلديه سيدي حسين. ربي بلديه سيدي حسين على التراساج
انا بيدي باش نحاول نعاود نتصل بهم مره اخرى للاسف. دونك اربع بلديات بيد تحصلت على زوج الاخرين وهذوما كلمتهم اكثر من مره على اكثر من رقم لكن ما نجمش نتحصل عليهم للاسف. واضح. شكرا جزيلا حسين، يعطيك الصحه. اهلا وسهلا سيمين. مرحبا يا حمزه. عنا جديد، عنا جديد، عنا السيد الوالي في التليفون دخل معنا يعطينا الايضاحات، نسمعوه شنو الاشكال صاير مع الوطني التراث ومستعد يعطينا الايضاحات اللي لازمه في هذا. ممتاز، ناخذ فاصل سريع وراجعين للمهمه. المهمة. مرحبا من جديد أمين. مرحبا يا حمزة. تطورات ما زلنا نتبع فيها في علاقة برباط المنستير، السيد والي المنستير مشكور سي منذر بن سيك علي، بعد شوية باش ناخذوه معنا. ذكرنا الساعة وين وصلنا في هذا الملف يا أمين. في متابعة لهذا الملف حمزة، صباح كنا خذينا سي يحيى شواشي مدير عام مسرح مشترك بوزارة السياحة لوضح لنا علاقة وزارة السياحة بهذا المشروع كممول بصفتها عند صندوق حماية المناطق السياحية، هي اللي تمول هذا المشروع. وسي يحيى شواشي قال المشروع كما نشوفوه توا مش هذا اللي تم الاتفاق عليه، وهم معترضين على هذا المشروع وسيتم إثارة ذلك في عديد اللقاءات المرتقبة. المتدخل الثاني كان سي طارق البكوش المدير العام للمعهد الوطني للتراث اللي دخل معنا بهذا الشأن وعطانا معهد موقف المعهد. نسمع بعض. احنا رسلنا البلديه دوب ما ساقوا المتفقدين نتاعنا اللي موجودين على المكان اللي فما اشغال قاعد تقع في الموقع هذاك، اشغال شفقنا بهم في اول اوت، معناها هو رسمناهم بتاريخ 19 اوت، قلنا ايقاف الاشغال ومراسله المعهد ومدنا بمشروع اللي تحبوا تعملوه، على خاطر احنا ما تعرف كل ما يعمل اشغال في بحث موقع تاريخي مرتب واللي بالقانون 200 متر ارتفاع من الموقع هذا ما تقع فيه حتى دخل الا بموافقه مع وطني التراث. البلدية ردت علينا قالت راهو عندنا مشروع نتاع اكشاك في نطاق كذا وكذا وكذا، قلنا لهم توقفوا الاشغال، تبعثونا الملف الفني متكامل، بعثونا تصويره تقريبا تاع مشروع ما فيش حتى الارتفاق لحد شيء، وكملوا يبنيوا. رسلنا الوالي وقلنا له راهو هذا مش معقول، رسلنا في ديسمبر اول شهر اول ديسمبر. السيد الوالي يكون في بالوش بالشيء اللي واقع قبل المجلس البلدي، قلنا له احنا في بالناش، هو المجلس البلدي الباري مشاو للسيد الوالي قالوا له في بالهم واحنا رانا ما في بالناش، وقمنا باللازم بتصور حتى التقرير اللي بعثناه للسيد الوالي مصور فيه كيفاش بدات الاشغال وكل شيء، وعنا اشكال كبير خاطر احنا ثمانيه نحبوا نرتبوا المعلم هذاك في اليونسكو يولي معناها معلم مرتب، وكان نرفع الملف نتاعو لليونسكو يبدا فيه شيء هذاك امبوسيبل شتات. احنا قاعدين نخدموا في الخدمه نتاعنا والشكايه قاعده ماشيه اونكور، وصارت معناها جلسات عمل واتصالات بين الوزاره والسيد الوالي، بعد باش توصل الامور انا متاكد لازم وقف الاشغال. المعهد وزاره الثقافه رسميين طلبوا بوقف الاشغال، يعني ما فيش كلام هذا فهمتني، كان هو يواصل هذيك ثم سلطه عليا تجم هي تقوم باللازم. طبعا هذه التصريحات من طرف نذكر سي طارق البكوش مدير عام المعهد الوطني للتراث، مشكور سي منذر بن سيك علي والي المنسير من دخل معنا مباشره بالهاتف. مرحبا سي منذر. صباح النور، تحية لجميع مستمعي إذاعة إفن. أهلا وسهلا سيد الوالي وشكرا لك على تفاعلك معنا. بصريح العبارة يقول لنا المعهد الوطني للتراث هذه الأشغال يجب أن تتوقف، هذا اللي طلبه المعهد وطلبته الوزارة. شنو رأيك سيد الوالي؟ قبل ما نعطيه الرأي نعطيه الدور نتاع كل طرف في الموضوع هذا، تفضل. باش يكون واضح ويكون دولة قانون المؤسسات. المشروع إعادة تهيئة شاطئ القرعية اسمه، مش مشروع الأكشاك. هذا مشروع خدمته بلدية المستير، مولدته وزارة السياحة، مولدته بمليارات. وزارة السياحة وقت اللي أعطت الفلوس أعطتها للبلدية مباشرة، تفهم فيها؟ أي طبق شروط شنيه؟ هي أن البلدية تستوفي جميع الإجراءات والموافقات للإدارات ذات العلاقة المتداخلة في إعادة تهيئة كرنيس الطرعي. البلدية المسار هذا دار من قبل 2019. المأساة الكبيرة أنه تم عباد تو تحكي في الإعلام هو مصحينا المحاضر جلسة يوافقوا فيها على اللي يسميهم أكشاك. هذه مأساة متاع مصداقية وحاجة تحشم. تحشم ما نحبوش احنا نطلع حقائق، عندنا واجب تحفظ. الحاجه الثانيه كي يقول واحد الولايه ما عندناش علاقه، راهي بالحق ما عندناش علاقه، راهي هي المساله تمويل من وزاره السياحه. البرنامج نفذ فيه البلديه،
حتى الاعتمادات لا تحال على المجلس الجهوي كما هو الشأن بالنسبة لجميع المشاريع. شنو دخل الوالي لهنا في الحكاية؟ سلطة إشراف. لكل البلديات راهي عندها الشخصية القانونية المعنوية الخاصة بها. أنت كما اعتراض تبعتش الوالي تقول له أعمل هيك وهيك، امشي بقى في البلدية قل له وقف. معناها ثم أخطاء. حتى على مستوى الإداري. سيد ولي بشوية خلينا نوضح. أول ما أول ما شرط التكليف قلت خليني نوضح، ما تبداش تقص باش نشوشوا. لا لا مش نشوشوا بفضلك سيد الوالي، نحترموا بعضنا، مانيش نشوشوا ونسألوا، مش مونولوج باش تحكي فيه وحدك. لا مانيش مونولوج. لا لا مش مونولوج. لا أول شرط. لا 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 إي فضلك فضلك. هاني نسمع فيك. دولة واحدة. أنا نسمع فيك. نحترموا بعضنا. إحنا إي فعلا نحترموا بعضنا وبالتالي نسألك. لا لا ما قصيتش عليك. المعهد التراث طلب منك كسلطة إشراف، قال لك سيد الوالي راو البلدية راو البلدية ما سمعتنيش، قال لك أنت كسيد والي وقف لي الأشغال، أنت قولي ما عندوش حق. لا مش أنا نقول لك وأنت تقول لي، أنا مش نوضح صورة وأنت دبر راسكم بعد. الولاية ما عندها حتى علاقة بهذا الملف. تو خليني نتكلم أنا تو. أول شرط قلت خلينا نتكلم ونوضح. اتفضل ما فماش شروط سيد الوالي. اتفضل تفضل. هكاك مالك المصدح. اتفضل. تحكم في كل شيء. اتفضل سي المنظر. لا لا أنت هو اللي تحكم. تفضل سي المنظر. لا لا ما نحكموا في شيء، احنا دولة ديمقراطية. أيوا كذلك. ودولة تشاركية. تفضل. ونحن مش نعملوا انتخابات نهار لحد باش تكون معناها فضل. أعطينا من فضلك سيد الوالي معطيات على الموضوع اللي سألك عليه. اتفضل. خليني نتكلم على معطيات الموضوع. اتفضل. أيوا. غير واحد اتفضل. اي المعطيات الواضحه في الموضوع، نحن الوالي هو عنده سلطه ضبط ضبط العام. ضبط العام وقت يصير ضبط العام ثلاث القاع ثم حاجات اختيره حاجات ظاهره السير العادي المؤسسات ما ندخلوش فيه، وعندنا مسافه بينا ونحترم استقلاليه اي عمل بما في ذلك معناها الاحترام الكبير معناها السلطة واستقلالية الإعلام وغيره واضح. نحن اليوم ثم عباية تقول لك في بالي ما في باليش. المسار نتاع إنجاز المشروع هذا راهو تم بمرحلة مداولات ومرحلة تحضيرات كما تقتضيها القوانين والتراتيب. قد تكشف الأبحاث على إخلالات نتيجة تواطؤات نتاع العصابات المتنفذة اللي كانت والمافيات اللي كانت معناها متغلغلة في أجهزة الدولة قاعدين يقوموا به، وعندنا حقائق مدوية في الموضوع هذا، وعندنا ملف فيه الحقائق الكل، والناس اللي تزايد اليوم منطقة المسؤولية ولا مسؤولية ما تملك حتى حقيقة وبعيد على منطق الدولة بعيد على ثقافة المؤسسات. هل ستتوقف الأشغال سيد الوالي؟ شوف كيفاش توا ناني نكلمك نقول لك ستتوقف باهي كيفاش توقف الأشغال المسار هيك كيفاش؟ لا أنا ما نعرفش. هو سيدولي أنا نسأل فيك أنت كسلطة أنت كسلطة جهوية معناها باش تقولي ولا تقولي لا يعني الولاية معناها. خليني نسألك سؤال. اتفضل. المعلم الأثري رباط المنسير عنده مئات السنين. اليونسكو من وقتاش موجود؟ عنده عشرات السنين. معناها ما ترسمش خاطر فيه تو أكشاكة تو هذا كلام تو هذا كلام يقولوه للرأي العام العبادة. لا خاطر الملف هم يحكيوا على الملف تقديم الملف هي. لا فسر هي اللي يقول لك احنا باش هذه حالة دون ترسيمه علاش ما رسمتوش؟ لا لا قد تحول هما قال ما رسمتوش في العهد السعيد نتاعك هما قالوا قد تحول هما قالوا قد تحول دون ترسيمه لانه باش يتقدموا بملف يحول. اي انت اليونسكو وقتاش تعاملت اليونسكو اي عندها برشا لكن علاش ما ترسمش من قبل وقت قبل ما نعملوا هالخطر الداهم اللي تحكي عليه انت ومكبرينه الاعلام ويحبوا يخلقوا البوز باش يوجهوا الراي العام على الانتخابات ونحن مغول العصر نضربوا في الثقافه ونحن معناها كذا وسبب ومشاكل وكلام عليه سيد الوالي جاوب على الأسئلة يا حمزة. لا لا مش لا أنا لا أنا مانيش طرف في الموضوع لا ما واضحة هي الفكرة واضحة الفكرة سيد الوالي من عند المعهد راه والمعهد عنده ملفات يتقدم بها اليونسكو والملفات تاخ وقتها في الدراسة ما نجموش يقدموا كل الملفات قدموا ملف جربة تو باش يقدموا ملفات أخرى لكن هذا يسأل عليه المعهد هو السؤال واضح هو كأنه فما إحساس سيد الوالي اللي جعلت من الموضوع وكأنه شخصي
هو موضوع ليس شخصي يعني، هو موضوع تجاوز أسماني. تجاوز واضح عندك في رباط المنستير. انا رجعنا ماكش تسمع فيه. لا نسمع فيك. نسمع فيك. لا ماكش تسمع فيه. نسمع فيك تفضل. اي احنا دوله واحده. اي وحده الدوله هي اهم حقيقه في الدوله. اي واضح ولا لا؟ اي ومن خلالها تاتي التفاصيل. اي الناس اللي تحب اليوم هو السياحة قالت موقف ولا التراث قال موقف وغيره، هذيك تتحل على مستوى محاسبات. تقول طيب لحد يتحط قدام مسؤوليته. وفما ملفات، أنا عندي ملف كامل توا وموجود وبالأدلة وموش في الإعلام يتداول فيه. فهمت؟ والناس اللي في الإعلام تدخل في وقت لها صبر مترر. حاجة تسمى معناها سياسة الترهيب من التجويع. ولا وفهم يعملوا سياسة الترهيب من الغزو الثقافي المغولي في خطط معناها بالحق رديئة. واضح. ندافع على الدولة المتماسكة. ولا ندافع احنا الدولة باش تمزل بعضها. كيفاش انت توكي بنا بنا مشروعية انت تخوض في المشروع هذا ما عندكش معطيات. سيد الوالي المعهد سيد الوالي سيد الوالي لا عندنا حقائق عندنا حقائق أن القانون يفرض على الجميع الوالي والبلدية واللي يحبوا 200 متر ما يمسوهمش بحظ المناطق الأثرية إلا بموافقة المعهد الوطني للتراث مهما كانت السلطة، وهذا يفرضه القانون على الجميع سيد الوالي على الجميع. لا مش هذه الحقيقة، هذه شذرة من الحقيقة، هذا جزء لا يتجزأ. المسار الكامل باش تعمل انت اعاده هيئه شاطئ في مدينه سياحيه بها مواقع اثريه حسب رايك كيفاش يمر؟ تعرف ما تعرفش؟ اللي نعرفه اللي نحكي على الاكشيك شي حمد ولا شنو هو يضحك يقول والله ما يعرفش. يودي برا يمشي يقرا، انت برا يمشي تقف ساعه. على كل حال باش ما ردوش المشكل شخصي. نشكرك سيد والي المنستير منظر برسيك علي، انتهى وقتنا لسوء الحظ ما نعرفش عليه، حسيت وكأنه تحول الموضوع إلى موضوع شخص. كلمة سريعة مختار لأنه الوقت ما عادش يسمح. أنا فعلا لاحظت متابعتي لأداء السيد الوالي في المنستير عنده نوع من التوتر والاستعداد لخصومات شخصية مع لغة خشبية. هاو دخلنا في الانتخابات، هاو دخلنا في ملفات، وحنا نحكيو على موضوع مشاع مشترك بين التوانسة الكل يهم هذا التراث الأثري في بلادنا بعيد على زيد أو عمر ومواقف واضحة لمؤسسات الدولة. احنا شوف على السريع بعد الحادثة هذه متاع احتجاج المجتمع المدني على التشويه الحاصل بقصر الرباط على كورنيش القراعية، بعده هو بأيامات حصلت حادثة أخرى هي سقوط جزء من باب حومة الطرابلسية الأثري بالمستير. إلى حد الآن المجتمع المدني والجمعيات اللي هي بصيانة المدينة تحتج على التعاطي مع الملف بطريقة بهاللغة اللي سمعناها اللغة الخشبية. يحكي هو مكري على البلدية، هو واضح يحكي على سي محمد البرقاوي. محمد البرقاوي هو بيدو يعترف بهذا وقال هذا، قال صحيح. البلدية في عندما كانت موجودة ما كانش هذا المشروع، قدمت المشروع وكان الأكشاك هذه في إطار تجميل كورنيش القراعية، كان ثم أكشاك صغيرة زيد جمالية لا تتعدى 4 متر مربع، سهلة التركيب وسهلة التفكيك. وفي كل الحالات المعهد قال تقف الأشغال. يا خالي شو قاعدين نحكيه؟ أنت لاحظتش حاجة؟ مع احترامي لرجال الدولة ونساء الدولة، هل استعداد هالمجاني للعداء وللخصومة؟ ما فهمتش علاش والاستفزاز إشكاليات كما عمل في إذاعة المستير في المدة اللي فاتت، خرج من استوديو وقال مقاطعة وكذا يتصرف بطريقة بصراحة لا تليق على كل مسؤول في الدولة. يلزم يكون عنده مساعة الصدر يتقبل الأسئلة ويجيب عن الأسئلة دون شخصنة. إذا عنده هو أمور شخصية مع ناس أخرين في المستير، هذا موضوع آخر خارج الإعلام. إحنا الغاية متاعنا الحقيقة فيما يخص في قصر الرباط وكورنيش القراعية وسنتابعه وسنتابع قرار المعهد الوطني للتراث وطلبه بإيقاف الأشغال. شكرا مختار، شكرا ملك، شكرا أمين، شكرا حسين. سامحونا جماعة بتين عليكم شوية. الموعد مع شيمة في الميتيو، بعد سلمة في الأخبار وبقية برامج إيفام. إلى اللقاء. مع تيكيوفي.